اليوم عندنا فنان او فنان او رسام من مدينه الموصل اوميد متي فرانسيس، طبعا هو بيرسم بالالوان الزيتيه والمائيه. صباح الخير اوميد. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك اوميد. اوميد انت فنان من مدينه موصل، نحن حابين تعرف المشاهدين اكثر عن نفسك. اول شيء طبعا اقدم تحياتي لقناه سامراء الفضائيه ولكل كادر القناه والك، ويزيدني شرفا أن أكون في هذا الاستوديو أن أتكلم في مجال اختصاصي كفنان تشكيلي ومهجر من سهل نينوى. اسمي هو وميض متي فرانسيس متي إقليمس وليس أوميت، يعني طبعا الكل حتى ممكن في الخارج يصيحوني في هذا الاسم لأنه هو الأوميد شوي صعب، لا يعني يكون أقرب. هو منشوف أسماء أوميت، نعم، بس اسمك شوي بيكون غريب يعني. أنا طبعا ولادتي قرقوش بغديدة 7/5/77. منذ أن ولدت طبعا كان لي ميل إلى الألوان وإلى الرسم، يعني بديت حالي حال أي طفل يمسك القلم ويمسك أي ورقة ويحاول نسميها بالعامية الشغبطة، اللي هي مجموعة من الخطوط أو النقاط البسيطة اللي يعني لها دلالات في فكر الطفل. بعدين نمت هذه الفكرة إلى أن وصلت الابتدائية وقمت أهتم في مجال الرسم، وكان في وقتها مدرس أو معلم يعني طبعا بالأحرى بالابتدائية هو فنان رائد من رواد الفن التشكيلي العراقي الفنان سامي لالو، ولحد الآن موجود وآخر المعارض شاركت معه طبعا. فاهتمامي كان بالرسم لأنه يعني حسب ما أعرف أنه الفنان هي تجي له موهبة، يعني هي موهبة الفن بكل مجالات العمل الفني، يعني كان أديب، قاص، كاتب، رسام، إعلامي، هي بالأحرى هي يعني موهبة من الله. طيب أوميد خلينا نشوف كم رسمة، أنا شايفة رسومات شخصية وكمان ألوان عم تعبر عن الطبيعة، يعني هذه العفو حابين نشوفها على الشاشة. نعم. تحكي لنا شوي عن هالرسمات الوجوه. هذه يعني تسمى بالبورتريت، الشخصيات موجودة في مدينتي. هذه شخصية طبعا شخصية سريانية قديمة توفى قبل 7 أو 8 سنوات. هو مؤسس السريانية في مدينة بغداد قرقوش. وهذه هي إحدى الفتيات يعني الجميلات اللي أنا رسمتها. طبعا هاي أزياء تسمى بالأزياء القرقوش، يعني دائما يعني أحب أزياء فلكلورية، في فلكلورية قرقوشية خديدية نسميها. أنا أهتم بالتراث دائما، يعني فينا نقول رسوماتك أغلبيتها تكون تراثية. كل رسوماتي هي تراثيات، ويعني مو فقط تراث الخديدي، حتى تراث بابل وأشور راح تشوفيها يعني مثل هذا الرسم، لكن أنا أضيف إلها يعني بعض الإضافات، لأنه الفنان يجب أن من حتى لو يعني يرى هذه الوردة مثلا يجب أن يضاف إلها فت صبغة أو فت ذاتية للفنان حتى يميز أنه هذا فعلا هذا فنان، وأنا أميل إلى التعبيرية شيء يميزك، شيء خاص يعني شيء مميز فيك بصمتك الخاصة. أكيد. طيب هذا الثاني الرسمة كأنه رسمة، هذا الرسم أعتبرها الموناليزا الجديدة اللي في فكر وميث متي اليوم، يعني طبعا أنا دائما أعمل بكثافة لونية، يعني ما أشتغل أكاديمي، أشتغل كثافة لونية تعبيرية نسميها وانطباعية. طيب نعم. كمان نشوف رسمة اللي أنت حكيت عن الحضارة البابلية، أنت رسمت هذه الرسومات، يعني هاي الرسومات هي الأشوريات ودخلت عليها هذا نسميه بالشال الخديدي، يعني أكو تماسك بين الحضارة القديمة والحضارة اللي تلت هذه الحضارة، يعني الحضارات متسلسلة فتاريخ متسلسل. طيب انت كمان اخذ يمكن كمان كانك بتحب ترسم الطبيعه. انا حسيت الطبيعه طبعا هي الاساس الفنان واساس الحياه والفن. شو الطبيعه بالنسبه يعني لك؟ يعني الطبيعه هي الحياه، يعني هي تعطيني الحياه يعني يعني من انظر الى هذا الشكل مثلا في الاستوديو، يعني ما راح انظر الى الجلسه، راح انظر الى هذا الشكل للطبيعه تنطيني. طبعا اللون الاخضر ينطي الحيويه، ينطي الحياة، ينطي الاستمرارية، وعدم الركود والسكون. فهذه أني أسميها مجموعة من التجارب، يعني أنا دائما يعني حتى من أقيم معرض أو شارك في معارض
ما يعني أقول يقيم الفنان معرض تشكيلي كذا، لا، هي تجربة. لأنه إلى أي مدى إحنا نوصل كفنانين؟ إحنا في مجال المعرفة والتعلم والاختبار. طيب كمان نشوف الرسمة الثانية، هاي الرسمات. الرسومات طبعا هاي كلها لوحات كبيرة أنت طبعتهم إياها. طبعا لوحات كبيرة، يعني إحنا حاولنا أن طبعا إن شاء الله بالأيام الجاية كمان إن شاء الله، بس المعارض. هذه اللوحة تمثل يعني هي مو فقط أنه أنا رسمت ديك فوق هذه التلة أو هذا الحجر، هي فكرة يعني كبيرة جدا، طبعا مأخوذة من الكتاب المقدس، أنه أحد الرسل نكر سيد المسيح، فحاولت أنه عندما نكر سيد المسيح كان هنالك ديك موجود اللي حاول أن يعني خلينا نقول مثلا يحاول أن يكون فتشاهد لهذه الحادثة أنه فعلا نكر، فقام الديك أنه يصيح 3 مرات، فحاولت أنه أن يكون الشاهد مالي هو فقط الديك وليس أنه أرسم يعني سيد المسيح والرسول، يعني اختصار في العمل ولكن فكرة كبيرة في حجم. تعبر فكرتك من الرسمة. نعم. من الألوان الرسمة اللي الثانية اللي بعدها، هذا الرسم هو من أحد بقايا موجودات تاريخية في مدينتي في قرقوش، يعني هذه البقايا القديمة، يعني هاي فينا نقول تاريخية، هاي موجودة تاريخية قديمة، يعني هي لهلا موجودة لحد الآن موجودة، وهلا ما نعرف يعني داعش ماذا فعل فيها. طيب هلا هذا الطفل الصغير، هذا الطفل هو طفل يعني هو فلسطيني وليس عراقي، هذا طفل فلسطيني، أنا شفت هذه الحركة لكن حاولت أن أخلي هذا الطفل في أكثر جمالية، يعني ضفت الخلفية وضفت الملابس شوية يعني تكون أجمل، لأن كانت ملابسه شوية مشققة، فردت شوية أنه أنطي قيمة للطفل، لأنه طفل ما ممكن أني أرسمه، صح بين الطيات والأمور الأخرى جميلة بالرسم، لكن الرسام هو يعني يتحكم في العمل يعني. طيب أنت أخذ شي نوع من الرسومات من اللوحات أو من الرسومات العادية، يعني شفتها ورسمت بعدين رسمت يعني تشبهها فورا؟ أنا في طبيعتي لا أنقل أي عمل فني في يعني كله من مخيلتك. أنا مخيلة ومن يعني أرى مثلا لنقل هذه لوحة لفنان معين، طبعا أنا رسمتها، فمن يعني أنظر لهذا العمل أنا أحاول أنه أضيف وأختزل حتى تبين بالتالي أنه هذه يعني مثل موضوع تحرير الخبر، يعني أنا من أسمع خبر معين أو في يعني موقع التواصل للأخبار مثلا راح أحرر الخبر حسب أنا يعني ما أريده، يعني مو مثل ما يريدوا. طيب استاذ أميد كمان انت عندك مشاركات بالمعارض ولا حاليا يعني بصدد مشاركات؟ يعني لعدة مشاركات، يعني لا اقول لا تحصى، يعني لنقل بعشرات المشاركات، ولدي معارض شخصية 3. طيب هلا حاليا المستقبلية؟ المستقبلية ان شاء الله راح افكر انه طبعا انا كل معرض اقفز قفزة جيدة وجديدة، يعني وهذا ما يراه النقاد والفنانون اللي هم أكبر من عندي يعني. طيب أستاذ أميد شكرا لك كثير على حضورك وشكرا على الرسمات، وإن شاء الله نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله بمعارض كمان تكون مو بس على المدى على يعني مستوى الوطن كمان برا يعني. شكرا لك. شكرا. مرحبا.